تكتل لبنان القوي من حكي مصرف لبنان بكتاب رسمي اكبر تكتل نيابي نعرف هالمصريات وين راحوا هالدولارز كله وين راحوا من سوقنا نحن دوماج انه ما اجينا جواب نحن مع العالم كله تعرف انه وين مصرياتها وين عم بيروحوا عدد كبير من المناصري الحزب التقدم الاشتراكي أصروا على البقاء في هذه النقطة. عم بيكسروا لنا سيارات. طب ليه؟ إني نازلين بس لحتى يعملوا مشكل. نحن ما حرية الرأي، كل واحد هو بيعبر عن بس صاروا يحطوا على السوشيال ميديا انه بنفوت على بيت وليد جملات وبنفوت نعمل بيت وليد جملات، هيدي كبيرة علي. تجاه التيار الوطني الحر بدي اشير الى هو الى انه هو بعيد. حرامي حرامي للسلامة حرامي. وشفنا سياسة رياض سلامة لوين وصلت، وشفنا الحريقية السياسية لوين وصلت. ضد الحاكم يلي كان قبل الحاكم. نحن مع فخامة الرئيس. وأكد سلامي على ثبات الاستقرار النقدي واستمراره لا سيما الليرة اللبنانية عملية بيع سندات اليورو بوند التي تمت بنجاح الذي أعلم الرئيس عون أن بداية السنة المالية كانت مطمئنة إذا بقيوا مكملين في نكبة إذا توقفوا بعد في مجال لنصلح في إجراءات إذا أكملوا في الشارع تظاهرات وكبرت أكثر اتركهم البلد بيموت حتى لو ما ضربني هون كف هيدا 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 هو جبنا بسير نحبه مسؤولية الأشخاص اللي كانوا بالسلطة لهم 30 سنة بعدهم لهلا بس يا الله يا الله بالسماء وليد جملات على الأرض بس الله لبنان عاونوا بس عاونوا بس